والله انا هسه انت خوش طرقتي لهذا الموضوع. احنا المناطق هاي نسميها المناطق الحلوبه اللي اختصاصها بس جبايه وضرائب ورسوم، يعني هسه كل قطعه كل قطعه انباعت 10 مرات لو تحسبين الضريبه مالتها والرسوم كل قطعه 1.5 مليون. زين احسبيها في 8 مرات، شوف ايش قد الضريبه الدوله اللي اخذتها. العلم هاي الضرائب اللي ياخذوها من عندنا تروح الغير مناطق، يعني مثلا المنصور الثعالبة تدفع الضريبة مالتها. ليش؟ هذا اللي موجود على أرض الواقع. زين هاي الضرائب اللي تتكلم عليها سيد حسين منو بده ياخذها من عندكم؟ زين انتم منطقتكم معدومه منكوبه منسيه، زين انا اخذ من المناطق المنكوبه وانطيها المناطق اللي يعني مترفهه؟ ست والله شوفين هسه انت المناطق المترفهه لان تدرين انت ما شاء الله بيها اكو ناس متنفذين. الشيء الثاني والاهم من هذا يعني هسه انه وجدنا انه ست عائشه جزاها الله الف خير وممنونين من عندها، الشخص الوحيد اللي وقف ويا هاي المناطق واللي مدت يد العون وللعلم رغم الضغوطات اللي عليها والضغوطات اللي علينا بس اللي دا نقدر عليه انه نحصله. يعني عندنا محله 365 هسه بيها مباشره واكساء، عندنا محلة 363 367 361 هذني هسه لازم الطبقة الثانية الكساء مالتها. والله لو قلت يعني هو مدير المشاريع استاذ صفاء قال لي ابو علي ان شاء الله بعد العيد بيوم راح انزل الاليات وهسه هذا يوم مش كلش معكم. زين خاطبتم امانة بغداد باحتياجاتكم هاي المنطقة؟ يعني دي نتكلم احنا يعني هاي المناطق اللي منسية بالضبط اهمال مشاريع خدمية اكثر من عقدين صار لكم، امانة بغداد وينها؟ ما دزيتوا لها كتب؟ ما رفتوا وجهاء مناطق انتو؟ ستة السنة عندي كنتور صار بس كتب الله يشهد كنتور خاص صار عندي بس للكتب مالتهم، يعني كله صار ودلل وان شاء الله اليوم باكر عقبه الله وكيل. حتى حفظتها هاي صارت عندي سويتها قصيده زي. يعني صار وفد شويه وهسه انتظر وللعلم للامانه على مد... اكون صادق امام الله دور صفر بصراحه من اماره بغداد ما عندهم كل دور اضافه الى قائم مقام كل دور ما الى صفر. يعني كل الأمناء اللي جوي بأمانة بغداد ما سووا لكم شيء، هذا اللي أفتهمه من عندك يعني؟ والله والله كل شيء ما سووا يشهد الله. هاي للرغم ترى ضغط هاي قبلها 63 67 كان ضغط أكو بمظاهرات حتى بوقتها خابرنا قائد عمليات بغداد قال أجله كان بوقتها عامر فوج عقيد ركن ثابت الله يذكره بالخير هو الشخص اللي الوحيد اللي بصراحة اللي تعاونوا ويانا. يعني توقع انت قائد عملياتي قل له منحهم قال له شو منحهم اخر شيء يعني اجى الرجال قال والله انا خبرت قائد عمليات قلت له والله انا شديت عزام وجبت خيم وراح اصير قاوتشي عندهم اذا ما تجيبوا لهم خدمات ذول يقطعون الشارع. يعني توقعي وكان بوقتها من الحبوب اللي اجى استلم تقريبا حوالي 10 ايام هو هذا الشخص اللي دخل التبليط ومن كل هاي غلطه مطبعيه بصراحه من أمانة بغداد أنه دخل التبليط بقدر القادر وللرغم وضغط النائبة عايشة المسارة عليه بس قلت لك يعني أمانة الله وراه يعني ما شفنا كل خير من عندهم. يعني شارع شارع حامرابي هاي السنة الرابعة دخلنا به للعلم هو كيل ونص ما عندكم نواب المنطقة كيل ونص لحد هسه ما كم أي دور ما لهم والله بصراحة احنا ما نعتب عليهم ما نعتب عليهم لان نعرف احنا بس النائب عايشه المساري اللي متواصله ويانا حقيقه يعني امانه الله ورسوله بس هي الشخص الوحيد اللي تبنت العمليه وفعلا مستمره ويانا. البقيه وينهم؟ والله اختفوا يا اختي.